سألني بعض الإخوة، قال طبيعة عملي الليلة لا يسمح لي أن أحيي الليل إحياء مفصلا، بما تنصحني؟ في دقائق أريد أن أحيي الليل، ماذا أصنع؟ أقول عليك بالأعمال الثلاث، فما زاد فهو فضل. عليك بالأعمال الثلاث الليلة، إن كان مريضا، إن كان في السيطرة يراقب أمن البلد، من ليس له وقت كافي، عليه بهذه الأعمال الثلاث. أولا صلاة الركعتين 7 مرات سورة التوحيد، ثم بعدها قل كما في الخبر: لا أستغفر الله ربي وأتوب إليه، قل أستغفر الله وأتوب إليه. ما قام من مقامه إلا وقد غفر له، لا له لأبويه. هذا العمل الأول التزم به. العمل الثاني دعاء المصاحف أيضا بتوجه. هذا العمل أحد كبار العلماء من المراجع الماضين سمعته يقول: دعاء رفع المصاحف الهج بها طوال العام في كل الحوائج. القرآن على رأسك وعلى لسانك، ذكر أهل البيت بك يا الله إلى الإمام المنتظر. إذن هذه الصيغة من الدعاء نافعة في كل الأحوال، هذا ثانيا. وثالثا اختمها بزيارة الحسين عليه السلام هذه الليلة. زر الحسين بتوجه هذه الليلة. انتهى حديثي.